السلام عليكم ورحمة الله. أزوف اللون شرشابون اللي وزع في الدراهم هذا المطاع قوش هاكي يا تونس 300 مليون، هاكي يا فلسطين 100 مليون، موريطانيا نستنى شحال راح تدي. وقاعد يقول لك الجزائر قوة ضاربة ورانا لاباس وكل شيء يمشي ولا تو فاتري بيان مدام لا ماركيز. الوغ كل الجزائر عمرها ما مرت بفترة وين وصلت تاع ماشي لتحت تحفر لتحت، رانا في السوسول ما راناش رانا في السوسول دوزيام ولا ترازيام سوسول. مازال هذا النظام الفاسد ماهوش قادر يوفر الزيت للشعب، مازال حكاية الزيت متواصلة. بعد ما كانوا مدوا للنيجر لا منع شحال من طيارة عمروها لهم بالزيت، اليوم في المستغانم الناس دابز على الزيت. هاي الصور قدامكم، ما رانيش انا اللي هاني نتكلم عليها ولا نخترع فيها ولا هاي الناس ضاربة على الزيت. هاي تريد وقت بالعين قال وهم الناس خارجين بالبادن، كل واحد خارج بيدون الزبادن. وبالتالي سعادة الجزائري ولا تكمن في بدون زيت. جزائري كيدبر بدون زيت راهو رجل سعيد، راهو مواطن سعيد. هكذا يا ولاد الحرام وصلتوا الجزائر لهالدرجة. واحد اللي تديه غيرة شوية برك على الجزائر، شوية تاع غيرة. عنده جرام حب للجزائر يتبهدل يحشم أمام هاد الصور لما يشوفوهم الأجانب. اليوم رانا في عالم ولا دشرة ولا كل شيء يزرع، ما حدث في مستغانم اليوم يشوف اللي راه في أستراليا واللي راه في النرويج واللي راه ما نعرف فيه في تطاوين لبا ولا وين بغيت ناس تشوفها. يقول لك وين يحدث هذا؟ يحدث هذا في بلد بترولي. شفنا كيفاش وتكلمت قطر ب 200 مليار، شحال بنات من ملعب وشحال بنات من طريق سيار و تي جي في 200 مليار. حنا دخلنا اكثر من 1000 مليار دولار كانوا عندو. الزيت ما كانش، الزيت ما قدرناش نوفروه. ما انت ماكش قادر توفر الزيت والبطاطا والطماطيش. اليوم الطماطيش راهي طالعة في المارشي قدرها كبر. يا عاد المواطن كي يخرج باش يقضي يحكم كرشو. ايه المواطن الجزائري كي يخرج يروح المارشي، ناس يروح المارشي والله في نفس الوقت فسحة بالنسبة ليهم. في الدول المتقدمة كي يمشيو سوبر مارشي ولا يروحو لكرون سيرفاس باش يقضيو، منها تحويسة خاصة بالنسبة للنساء، منها تحويسة، منها كذا بنادم يقضي ويشوف ويخير ويدي واش يعجبو. أما في الجزائر لما تروح تقضي أولا كورفي والثانية مرض، راح تمرض تخرج تشد كرشك دراهم في مكتوبك وماكش متأكد يكفيوك وتحسب فيهم بالسنتيم. ويجي ولد الحرام، يجي ولد الحرام شرشابون رخيص الجمهورية يقول لك أنني طلعت السميق لزوج ملايين. ينعل بوك ينعل الزريعة ديالك يا ولد الحرام، تكلم عليها زوج ملايين، شحال تمثل في السوق الدولية زوج ملايين؟ ها 85 أورو، هاي واش تمثل زوج ملايين؟ يعني الأجر الأدنى في الجزائر 85 أورو، من أضعف الأجور في العالم. من أضعف الوجوه، القدرة الشرائية تاع الجزائري طاحت والتضخم يمشي ويزيد.
التضخم يمشي ويزيد. وعلاش التضخم يمشي ويزيد؟ على خاطر ما كانش انتاج. وعلاش ما كانش انتاج؟ على خاطر ما كانش استثمار. وعلاش ما كانش استثمار؟ بورتون كاين دراهم، على خاطرش الدراهم يسرقوا فيها ولاد الحرام يدوا فيها للخارج. هاي ليك سبب الأزمة تاع الزيت اللي جاي بها من حكاية الزيت. سبب أزمة الجزائر هي أنه حكامها سراقين، حكامها سراقين. ترى تشوف شرشابون بنتو جابت لي هذا زاسك ب 185 مليون أكثر من شهريته، أكثر من شهريته، وتحسب لها الموتور اللي لابسته 200 مليون. وروح وروح ابن عمي منين جابهم؟ من السرقة، لأنه سراق. كيفو كيف دروبي كيف اللي معاه كامل سراقين، بوندية ولاد حرام فويوات. نقولها ونعاود، بوندية ولاد حرام فويوات يهينوا في الجزائر حيثما وجد. لأنك حتى لما تكون خارج الجزائر وماكش عايش في الجزائر، لما تشوف الصور هذه تاع مسغان، وشفنا ديجا صور في الصيف في قسنطينة عالزيت، وشفنا عالماء، وشفنا عالبطاطا، شفنا عالصور. يكون معاك واحد أجنبي يشوفها تتبهدل تحشم. كما قلنا واحد الوقت لما راح نشري الصحف الجزائرية وتجي نقرا في المترو، ما قدرتش تقرا في المترو لأنه فيها كل يوم كذا مقتول، كذا مذبوح، كذا كذا، غير قتيلة وذبيحة. واحد يحشم يحل جريدة جزائرية في المترو. اليوم مع اليوتيوب، مع مواقع التواصل الاجتماعي، نفس الشيء. ولينا نحشمو، لأننا نحشمو لأننا نحبو بلادنا حنا، ونغيرو عليها. حنا ماناش من هذوك اللي يجي يقولك أسرك الشب، نقمع مواقع التواصل الاجتماعي. يمشي يا بغالون، واش قادر دير؟ مواقع التواصل الاجتماعي هذا اختراع علمي، وانت بغالون تنيفو تحت الرونجرز، تنيفو تحت الرونجرز. واش تعرف باش تواجه مواقع التواصل الاجتماعي؟ وقالك هجمات. واش من هجمات؟ روح وفر الزيت لشعبك ومن بعد روح تكلم يا ولد الحرام. وفر الماء للشعب روح تكلم يا ولد الحرام. قالوا هجمات وهذه حملات ضد الجيش وحملات ضد كذا. حملات ضدك انت يا ولد الحرام يلزم تتنحى. ربي يقدر الخير بلادنا، وربي يبعد عليها ولد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.